السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية، أبدأها بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية تهنئة من رئيس دولة فلسطين بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي تكللت ولله الحمد بالنجاح. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، أمير الرياض يرعى حفلة تكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم للبنين غدا. سمو ولي العهد ورئيس وزراء اليابان يستعرضان هاتفيا آفاق التعاون بين البلدين الصديقين. خشية اتساع الصراع في أوكرانيا، حلف الأطلسي يؤكد عدم سعيه لنشر جنوده على الحدود الأوكرانية. أهلا بكم. تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله برقية تهنئة من رئيس دولة فلسطين محمود عباس بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها أيده الله في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وتكللت ولله الحمد بالنجاح. وسأل رئيس دولة فلسطين الشقيقة المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والسلامة والعمر المديد، وأن يحفظه والمملكة وشعبها بخير وازدهار. كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة بنجاح الفحوصات الطبية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض غدا حفل تكريم الفائزين بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين التي تنظمها وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في دورتها 23 لعام 1443 للهجرة في فندق الريتز كارلتون بالرياض، فيما يقام حفل تكريم الفائزات بالجائزة بتشريف حرم خادم الحرمين الشريفين سمو الأميرة فهدة بنت فلاحة الحثلين مساء يوم السبت 16 من شعبان من عام 1443 للهجرة بفندق الريتز كارلتون. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا اليوم من دولة السيد فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني، وجرى خلال الاتصال استعراض آفاق التعاون بين البلدين الصديقين والفرص الواعدة لتطويره في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030. كما جرى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا، حيث أكد سمو ولي العهد على موقف المملكة الداعم لكافة الجهود الهادفة لتسوية الخلافات بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار لإنهاء الصراع، ودعمها لكافة الجهود لوقف العمليات العسكرية بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار. كما جدد سموه حفظه الله حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها، منوها بدور اتفاق أوبك بلس في ذلك وأهمية المحافظة عليه. إنفاذا للتوجيه الكريم، أعلنت المديرية العامة للجوازات تمديد تأشيرات الأوكرانيين الموجودين في المملكة سواء كانوا سياحا أو رجال أعمال دون رسوم أو غرامات، وذلك للاعتبارات الإنسانية. وأوضحت الجوازات أن التمديد سيكون آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقر إدارات الجوازات. استعرض صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية مع معالي وزير خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية بوي تان سو العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة توطيد التنسيق الثنائي
في العديد من الملفات السياسية والأمنية المتعددة الأطراف على المستويات كافة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال زيارة سموه الرسمية الأولى إلى فيتنام. أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف بأن مشاورات يمنية برعاية المجلس ستعقد في مقر الأمانة العامة بالرياض خلال الفترة من 29 من مارس وحتى 7 من أبريل 2022 للميلاد، مشيرا إلى أنها تأتي ضمن جهود المجلس المستمرة الهادفة إلى إنهاء الأزمة في اليمن بما يلبي طموحات وتطلعات اليمنيين. وشدد الحجرف على إيمان مجلس التعاون بأن حل الأزمة هو في يد اليمنيين أنفسهم، داعيا الأطراف اليمنية كافة دون استثناء للمشاركة في هذه المشاورات، ومبينا أن المشاورات ستناقش كافة التحديات في اليمن للتوصل إلى حلول لإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق. وأشار الحجرف كذلك إلى أن ما يتفق عليه الإخوة اليمنيون خلال هذه المشاورات سيتم التفاعل معه وتبنيه ووضع خارطة طريق تنقل اليمنيين من حالة الحرب إلى حالة السلم. انتخبت الدول الأعضاء بالجمعية العالمية لتقييس الاتصالات ممثل المملكة المهندس عبد الرحمن الحسن لرئاسة الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بوكالة الأمم المتحدة المتخصصة بالاتصالات وتقنية المعلومات الاتحاد الدولي للاتصالات. وقال نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السبراني لقطاع الاستراتيجية والتعاون الدولي المهندس عبد الرحمن الحسن إن انتخاب الدول لمرشح المملكة يعد اعترافا من المجتمع الدولي بالدور المحوري الذي تقوم به المملكة في صياغة المعايير الدولية ذات الصلة بالتقنية وتمكينها بشكل آمن ودفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الدولي، مبينا أن انتخاب المملكة يعكس الدور الفاعل لها في المنظمات الدولية وخبرتها المتراكمة في هذا المجال، خاصة وأنه للمرة الأولى منذ تأسيس الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات عام 1993 للميلاد يتم انتخاب مرشح عربي لشغل رئاسة هذا الفريق. اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية عددا من القروض لتمويل رأس المال العام لاستيراد بعض المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي بقيمة تجاوزت 861 مليون ريال. وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير أسهلي أن اعتماد الصندوق لهذه القروض يأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله لمواكبة التطورات الدولية الحالية ولضمان وفرة المخزون من هذه المنتجات واستقرار إمداداتها ولتفادي أي اضطرابات في سلاسل الإمداد، مشيرا إلى أن المنتجات الزراعية المستهدفة بالتمويل هي محاصيل الشعير والذرة الصفراء وفول الصويا، ويأتي هذا التمويل ضمن برامج الصندوق لتعزيز الأمن الغذائي ودعم النشاط الزراعي. حققت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إنجازا جديدا بحصولها على 26 جائزة ضمن جوائز الممارسات الفضلة المقدمة من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي الآيسا، ويأتي هذا الإنجاز تأكيدا لتميز المؤسسة وإضافة لإنجازاتها السابقة، فقد حصلت المؤسسة على هذه الجوائز إبان مشاركتها في العديد من مجالات الجائزة وبالتنافس مع مؤسسات التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي لدول آسيا والمحيط الهادئ. أعلن برنامج الأراضي البيضاء تبقي 90 يوما على انتهاء مدة التسجيل النظامية للمرحلة الثانية من تطبيق الرسوم في مدينة الرياض، لافتا النظر إلى أن تأخير تسجيل الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي للمدينة سواء في مرحلتها الأولى أو الثانية يترتب عليه غرامات تصل إلى 7.5% من قيمة الأرض. وأوضح البرنامج أن تأخر مالك الأرض عن تسجيلها خلال المدة النظامية يترتب عليه إصدار مخالفة عدم تسجيل بمقدار 2.5% من قيمة الأرض إضافة لقيمة الرسم الأساسية بعد صدور الفاتورة، وفي حال تأخر السداد عن المدة المحددة يتم إضافة مخالفة جديدة بقيمة 2.5% مما يستوجب سداد مالك الأرض مخالفتين إضافة إلى فاتورة الرسوم بإجمالي يصل إلى 7.5% من قيمة الأرض المسجلة.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 14 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية في مأرب وصعدة خلال الساعات الماضية، وأكد التحالف أنه دمر 9 عاليات عسكرية وأحدث خسائر بشرية في صفوف الميليشيات. أعلنت الولايات المتحدة عن مزيد من الدعم العسكري والمالي للحكومة الأوكرانية، وصعدت من نبرتها تجاه موسكو بالرغم من استمرار المحادثات الروسية مع كييف للتوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب الدائرة منذ أكثر من 3 أسابيع. وسط مساع أوروبية لإتاحة الفرصة للمفاوضات الروسية الأوكرانية وإنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من 3 أسابيع، واصلت الولايات المتحدة وروسيا حملات التصعيد الإعلامية والاتهامات المتبادلة. الرئيس الأمريكي جو بايدن تعرض لانتقادات حادة من الكرملين بعد أن وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمجرم حرب، ودعت واشنطن إلى التوقف عن إمداد أوكرانيا بالسلاح والمساهمة في تحقيق تقدم على المسار الدبلوماسي وتسريع عملية التفاوض. وكان بايدن قد تعهد بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية لكييف ودعم اقتصادها، مجددا في الوقت نفسه معارضته لفرض حظر طيران فوق أوكرانيا لتجنب أي مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي وفي كلمة له عبر الفيديو ناشد الكونغرس بالضغط لإنشاء منطقة حظر طيران فوق بلاده وبده بطائرات مقاتلة وتوسيع نطاق العواقب الاقتصادية على موسكو، فيما تطالب الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي الناتو والواقعة بالقرب من روسيا برد غربي قوي. أمين عام الناتو ينس ستولتنبيرغ وبعد اجتماع لوزراء دفاع دول الحلف أكد أنه لا يوجد خطط لنشر جنود على الأرض الأوكرانية خشية يتسع نطاق الحرب وتتحول إلى صدام مباشر بين الحلف وروسيا، ومع مخاوف الأمم المتحدة من تفاقم الوضع الإنساني بعد فرار أكثر من 3 ملايين لاجئ أوكراني من بلادهم، يجتمع مجلس الأمن الجمعة للتصويت على مشروع قرار روسي بشأن وصول المساعدات وحماية المدنيين، لكن دبلوماسي يقولون إن التصويت سيفشل لأنه لا يدعو لإنهاء القتال أو سحب القوات الروسية. من جانبها رفضت الصين الانتقادات الأمريكية لها بشأن موقفها من الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية رفض بلاده لتصريح وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكين بأن عدم وقوف بكين بقوة ضد الهجوم الروسي على أوكرانيا يتعارض مع التزاماتها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي المسؤول عن حفظ السلام في العالم. وانتقد المتحدث هذه التصريحات وشدد على أن بلاده تطالب دائما بضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العقوبات الغربية المفروضة على بلاده رغم تداعياتها القاسية إلا أنها ستساهم في تطوير الاقتصاد الروسي وستمكنها من الاستفادة من مجالات اقتصادها المحلي. بوتين لفت النظر إلى أن العقوبات الغربية أثرت كذلك اقتصاديا على جزيرة القرم التي ضمتها بلاده إلى أراضيها عام 2014 للميلاد. ختاما للنشرة نذكركم بأبرز ما جاء فيها: خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية تهنئة من رئيس دولة فلسطين بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي تكللت ولله الحمد بالنجاح. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أمير الرياض يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم للبنين غدا. سمو ولي العهد ورئيس وزراء اليابان يستعرضان هاتفيا آفاق التعاون بين البلدين الصديقين. خشية اتساع الصراع في أوكرانيا حلف الأطلسي يؤكد عدم سعيه لنشر جنوده على الحدود الأوكرانية. انتهت نشرتنا الإخبارية الأخيرة لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، تصبحون على خير. We'll be right back.